جاي النهارده عشان متضامن مع طلاب الجامعه الالمانيه اللي اتفصلوا. جاي بقول النهارده ان مش عشان بعبر عن رايي اترفض في حق، وانا ليا حق ان انا اتعلم اساسا. مطالبهم دلوقتي اقاله ديميري اللي هو مدير الجامعه الالمانيه. مطالبهم طبعا المطلب الاساسي لكل طلبه مصر اسقاط حكم العسكر. مطالبنا ان احنا يبقى في لائحه طلابيه بتعبر عننا. مطالبنا اتحاد الطلبه ما يجيش بالتعيين، بيبقى جايب الانتخاب لائحه طلابيه ان هي تتكتب وتتعمل عليها استفتاء لطلاب عموم مصر. وعايزين طبعا نسكت الدميري رئيس الكليه هناك ونطرد امن الدوله من جامعه الجي او سي، وده اقل حق للطلاب. عرفنا ان في القضيه النهارده، جينا النهارده القضيه هتبتدي كمان ربع ساعه بالظبط. هنختار عدد من سواء من الجامعه الالمانيه ومن حركه التحرير، هنخش جوه هنحضر الجلسه، وان شاء الله ان شاء الله هناخد براءه ان شاء الله، او ناخد يعني الغاء القرار، لان حصلت في حادثه قبل كده مع الدكتور احمد زكي بدري في اكاديميه اخبار اليوم. ايدي في ايدك، ايدي في ايدك.